سعر جنيه الذهب كام وازاي استثمر فيه وبكام المصنعيه؟ اتكلمنا كتير الفتره اللي فاتت عن الاستثمار في الجنيه الذهب باعتباره افضل وسيله للاستثمار في الوقت الحالي نظرا لارتفاع سعره بشكل كبير وبوتيره متتاليه. وسعر الذهب في الوقت الحالي وفقا لاخر تحديث على موقع ايساغ المتخصص وصل في حاله البيع ل 20360 جنيه وفي حاله الشراء عند 20200 جنيه. ومن ابرز الجنيهات الذهبيه المنتشره في مصر واللي تقدر تستثمر فيها هو جنيه جورج، واللي بيعود تاريخه لما كانت مصر مستعمرة بريطانية وقت حكم الملك جورج، وده السبب في تسمية الجنيه بالاسم ده. وفقا لتصريح سابق من سكرتير شعبة الذهب، فوجود جنيه جورج بيمثل أكتر من 98% من الجنيهات الذهب المتداولة في السوق المصري. والجنيه الذهب يزن 8 جرام في مصر من عيار 21، وسعر الدمغ وضريبة القيمة المضافة على الجرام 9 جنيه يعني 72 جنيه على الجنيه الذهب. وسعر المصنعية على الجرام في الجنيه الذهب 50 جنيه يعني متوسط المصنعية في الجنيه الذهب بالكامل من 250 ل 400 جنيه. وضروري وانت بتشتري الجنيه الذهب لازم تاخد فاتورة الشراء لضمان حقك وتكون مختومة من الجوهرجي ومكتوب فيها كل التفاصيل. والجنيهات الذهبية أفضل من المجهولات الذهبية لأن سعر المصنعية أقل، بس ما تشتريش وتبيع على طول لأن مكسبك هيكون أكبر لو استنيت فترة وبعدها بعت.